بحاجة إلى كلمة أمل، كلمة رجاء في هذا العالم. فبداية رح أبونا صباحك نور، زمان ما طليت علينا ببرنامج صباحك نور، فبتمنى إنه تكون حياتك العملية وحياتك الاجتماعية والعائلية بخير، وأنت بصحتك دائما الله يخليك متمتعا تسلمي. بالصحة والسلامة يا رب. فأبونا لا غنى طب نتكلم به عن الوئام، أسبوع الوئام الديني اللي احنا جلالة الملك عبد الله الثاني أقره في الأسبوع الأول من شهر، الأسبوع الأول نعم، الأسبوع الأول من شهر من شباط. شهر شباط من كل عام، واللي كل العالم أقرته جامعة الدول الأمم جمعية الأمم المتحدة. المتحدة، نعم، نعم، جمعية كل عامة. الجمعية وكل الدول أقرته وتعمل عليه الآن، مثل ما فهمت في العراق في أسبوع أيضا الوئام، في مصر نعم، كل عم العالم. بتصير في مبادرات يعني، وكل العالم بتصلي أيضا، الكنائس يعني عم تتبع هذا التقويم في إنه الوئام ما بين الأديان، لأنه بكل البلاد في مشاركة بأديان أخرى، يعني مثل بلاد فيها مسلم مسيحي، في بلاد فيها مسلم مسيحي يهودي، في بلاد فيها مسلم مسيحي يهودي درزي هندوسي. نعم، ف هلا بالحقيقة دكتورة، يعني هو اللغة العربية يعني مليئة بالمصطلحات اللي بسموها منحوتة من مصطلح أكبر، يعني وائم الشعب بعضه البعض باللغة بنحكي، نعم يعني إنهم تفاهموا وانسجموا على سير مبدأ عمل واحد. نعم سأقول بأننا بحاجة أن نكون أكثر شجاعة وأكثر ثقة بأن الوئام هو حقيقة، وأن الوئام هو قيمة إنسانية عليا يجب أن نعمل من أجلها، مهما كانت الظروف السياسية صعبة، مهما كانت الصراعات أحيانا قد تجعل البعض يشك في هذه القيم، قيمة العلاقة ما بين أتباع الأديان في مجتمعاتنا العربية هي ليست مجرد حديث، هي حياة. ونحن لدينا كنوز في العالم العربي، هذا الاندماج العميق الذي تم في فلسطين. نحن نقول لأولئك الناس اليوم اللي بيقولوا انه العربي هو السبب والمسيحي الفلسطيني نعم والمسلم الفلسطيني، يا جماعة كانوا يعيش الناس قبل الاحتلال بعلاقة جميلة جدا، نعم لكن المشكلة هي في وجود مشاريع سياسية خاطئة، في وجود احتلال، وجود نعم جماعات، ومصالح هون مشاكلنا. وأجندات. لكن تحكي لي الشعب الفلسطيني، تحكي لي الشعب الأردني، نعم هذه شعوب تعيش بفطرتها، هذه شعوب يعني مثل جداتنا وأمهاتنا، زي أمه لأبونا، يعني أبونا جورج مثلا في الكرك، نعم يعني أمه الكركية لما كانت تجلس بجانب جارتهم أم خالد ولا أم إبراهيم، هذه كانوا هم يعني كانوا بفطرتهم، كانت نعم الاندماج والتعايش عبارة عن الأكسجين حقيقي. الذي نعم يتنفسونه. نعم صحيح. فأنا اليوم يعني باختصار شديد حتى لا أطيل عليكم، أريد أن نكون أكثر ثباتا على هذه القيم الإنسانية، وأن نبقى مؤمنين بأن الإنسانية هي الإنسانية. دي أيضا تخبرنا كيف الإنسان عليه أن يتعامل أمام الأشخاص اللي أنا بعتبرهم أصواتهم اللي تثير الفتنة والكراهية أصوات ناشزة. نعم والأصوات الناشزة. نعم أبونا جورج شرايحة، نعم فكيف نتعامل مع هذه الأصوات عندما أنت بتعرف أحيانا من خلال التواصل الاجتماعي وهذه التطبيقات اللي على المنصات الاجتماعية بتسمح للأشخاص إنها تتمادى في الكلام وتتمادى في الإساءة؟ وطبعا بعرف إنه في قانون الجرائم الإلكترونية يتابعوا، لكن كيف نتعامل مع هذه الأصوات؟ أنا بحكي إن كان للمسيحي أو إن كان للمسلم. جميل جميل. فتخبرنا كيف ننظر أو كيف تنظر أنت لها؟ أولا يجب ألا نتشائم كثيرا أو أن نعمم هذه الأخطاء لتجعلنا نقع في فخ أن المخالف لنا جميعهم يكرهوننا، أو أن خطاب الكراهية هو خطاب عام بين عموم الناس أو بين عموم أتباع الأديان. نعم إذن يجب بداية أن نكون حذرين
عندما نعالج مرض معين أو مشكلة بأن نعاملها كحالة طارئة واستثنائية، لا أن نعاملها كظاهرة عامة. لا، الحقيقة هي استثنائية، هم الاستثنائيون. نعم. نعم. من يدعو للكراهية هو الذي لديه مشكلة، هو الذي لديه خطأ، وبالتالي نعم. لا نقع في فخ أن الجميع يكره، أن نعم. الجميع، لأن هذا سوف يدعونا إلى الضعف أمام هذه المشكلة، وأننا نحن الاستثناء، وأن من يدعو للمحبة هو الاستثناء، نعم. من يدعو إلى المؤاخاة وإلى المودة هو الاستثناء. لا، الناس في الأساس أخوة، والناس نعم. في الأساس هم بشر، الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم حواء. طبعا أبونا كتير دائما الكنيسة متهمة بهذا الضعف، إن عدم الرد، وليش ما رديت وليه ما حكيت. وطبعا هن بأسلوبهم الرئاسات بوجه الخطاب لما بيشوفوا إنه صار عام، يعني إنه مثلا نعم. بس ما فيش إشي عام، يعني هي نعم. 2-3 يعني نشزوا والناس بلشت، خاصة في نعم. التعليقات اللي بتكون على بعض الأمور نعم. اللي نختلف عليها كديانات، يعني إن كان ديان نعم. مسيحي أو إسلامي، يعني لكن نعم إذا بتسمحي لي دكتورة، نستعمل يعني الحكمة دائما. نعم، إذا بتسمحي لي رد عن فضل. هذا الموضوع، لأنه أنا بحسه موضوع حساس ويحمل نعم. كمية كبيرة من التاريخ نعم. عبر القرون الماضية. مرت الكنيسة في عصور كانت قوية، كان نعم. عندها جيوش، وكانت نعم. الكنيسة اللي بيحكي كلمة بتقطع راسه نعم. وكانت الجيوش تدخل مدن، واللي ما بيكون بيسمح للمسيحية نعم. بالعبادة بالضبط نعم. واللي شفنا كيف كل الكنائس اللي صارت السلطة الكنسية بالقدس وبالمناطق السورية كلها، إذا بنسميها سوريا الطبيعية يعني نعم. تمتد للأردن ولا للشمال لبنان، ولكن هذا التاريخ يعني أبعد الكنيسة عن سكتها الحقيقية، عن نعم. سكة المحبة. يعني لما الدكتور عامر بيحكي عن المسيحية التي تحب وتحب الأعداء، نعم. يعني إخوتنا عارفين قديش المسيح بيوصينا نعم. للمحبة، اللي حتى مش محبة الناس اللي لا بهجرونا ولا ذبحونا ولا ضرونا، يعني بنشوف محبة الناس الأعداء، يعني المستوى الأعلى، المستوى اللي بيزعجني اللي بتعبني، مش بس على مستوى سياسي وأسلحة وحرب. اللي أنا عم بدي أنبه عليه أبونا، أنه لما اكتشفت عند المجادلة في خلال الجروب الواتساب، هو لما اكتشفت الأشخاص اللي عم بيجادلوا عم بيزرعوا هالفرقة وهالفتنة وهالاختلاف، وأنك إذا أنت مش مثلي أنت تعتبر هرطقة، ووصفت بعض الكنائس بالمهرطقين على هذا الجروب الذي يضم أيضا صديقات وأصدقاء لنا ومعناش هذا الفكر. فلما بحثت عن الأشخاص اللي عم بثيروا هذه الفتنة ما بين الجروب، وجدتهم إنهم من بلاد تانية مش أردنية، بالأردن، ويعني ناس مؤمنين لكن من بلاد عربية مجاورة، في عندهم هذا الفكر اللي بسميه أنا فيه التعصب الشديد، العنصرية، بهذا الكلام اللي مش موجود في مفرداتنا. نحن كمؤمنين عم نعيش هون بالأردن في وئام، إذا عم نعيش وئام الديني ما بيننا وبين المسلمين، فكيف بالأحرى المسيحية بين بعضنا؟ يعني إحنا إذا بدنا نتفرق رح نضعف، وإحنا قوتنا بوحدتنا مع بعض، عشان هيك منصلي من أجل الوحدة، منصلي من أجل الوئام. ما تخلوا الأصوات الخارجية اللي تجينا من برا إنها تفرقنا، وما تخلوها إنه تعطيكم هالحس العنصري، إنه صار في عنا يعني أشخاص صاروا متزمتين متعصبين إن كان أرثوذكس مثلا أرثوذكسيتهم، إن كان كاثوليك لكاثوليكيتهم، إن كانوا أقباط، إن كانوا سريان، يعني أنا الصح والباقي غلط أو هرطقة. فكلمة هرطقة يعني كانت جدا صعبة علي إنه أوصف بالمهرطقة أو إنه ديني هرطقة، فكتير كان صعب علي، وكان متطلب يعني مطلوب مني إني أدافع
عن كنيستي، أدافع عن إيماني الكاثوليكي. بس إحنا هون في النورسا طبعا، أنت روم كاثوليك، أنا لاتين، عندنا الأصدقاء الأرثوذكس، عندنا يعني كمان مسكونية. إحنا هون مسكونية بالهاي، فالمسكونية جدا، إحنا نعيش المسكونية، نعيش محبتنا مع بعضنا البعض، مش شرط يكون اللي بدي أحبه لازم يكون نسخة عني.